السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اللي عندها شي سؤال بغات تسول مرحبا بها. السلام عليكم، واش كتسمعوني؟ نتمنى انكم تسمعوني. مشكلة مع هاد الكونيكسيون هادي. اي واحد معايا هنا يخلي ليا لي كومونتير حلوة او شهيوة نديرها لكم. مرحبا. شكرا لكم بزاف على الحضور. شكرا لكم بزاف على الحضور معايا. نتمنى أن وصفاتي يكونوا ينالوا الإعجاب ديالكم. وكان وعدكم أنني غادي ندير لكم نقدم لكم وصفات كانت على حلويات بسيطة. صباح رمضان مبارك سعيد، وإن شاء الله غادي نقدم لكم حلويات سهلة وبسيطة. وسمحوا لي بزاف وشكرا بزاف.